وللحديث عن الآثار المتوقعة على العراق من جراء استمرار الفساد الحكومي واقتراح الحكومة فرض ضرائب جديدة، معنا من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم محمود. أهلا بك معنا دكتور خضير. أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور. في أي إطار يفهم هذا التوجه الحكومي لفرض ضرائب جديدة على العراقيين في ظل هذا النقص في الخدمات والكهرباء والمياه؟ هل يمكن بالفعل أن يحقق فارقا اقتصاديا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العراق كما هو معلوم لدى الجميع يعاني من اختلالات هيكلية كبيرة في الاقتصاد وفي مجمل الحياة العامة للبلد من خدمات كهرباء وماء ومجاري وطرق وإلى آخره من الأمور كالصحة والتعليم وغيره. العراق يمر بكارثة جسيمة، هذه الكارثة منذ أن جاء الاحتلال في 2003 ولحد الآن لا يزال المواطن العراقي البسيط يدفع فاتورة ما تمارسه الحكومات المتعاقبة من خلل كبير في مجمل الحياة العامة للبلد، بحيث أصبح المواطن العراقي هو الضحية الأساسية لكل سياساتهم الفاشلة وسبل تغولهم في مجمل الحياة وخصوصا في جوانب الاستثمار الذي جاء كمجرد كلمة، وإنما لم يستثمروا في أي مجال، لا زراعي ولا صناعي ولا تجاري ولا خدمي. وهذا مستمر طالما أن القيادة السياسية هي التي تمسك بزمام الأمور بلا وعي ولا إرادة ولا فكر اقتصادي ولا نهج استراتيجي ممكن أن يقود البلد إلى شاطئ الأمان. يعني في ظل غياب هذه الخدمات، إذن على ماذا الضرائب؟ يعني لماذا تفرض الضرائب وما هو المسوغ لها؟ لا وجود ولا مسوغ لمسألة الضرائب، خصوصا بعد أن تردى الدينار العراقي أمام الدولار وأصبحت قدرته الشرائية بأقل من 80% عما كان عليه سابقا. فالضرائب تفرض فقط لإشغال الشعب العراقي بحياته الاقتصادية وخبزة عيشه وتوفير مستلزمات حياته، وهم يحاولون بقدر أو بآخر أن يخنقوا هذا الشعب ويقتلوه، بل يمحوه من خارطة الوجود الديموغرافي في أرض العراق، أرض الآباء والأجداد وأرض العراقة والأصالة. وهذا العراق الجريح القتيل تحت ظل هذه الحكومات البائسة التي تسير بمقتضى الأجندات التي توجهها الدول الخانقة للعراق. نعم، في هذا الإطار دكتور، يعني ومع هذا الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، هل تعتقد أن بإمكان العراق النهوض اقتصاديا؟ العراق لا يمكن له أن ينهض إلا بزوال هذه الطغمة السياسية الفاسدة التي أدت إلى أن يكون العراق في خارطة الفساد، أو في أولويات خارطة الفساد في العالم، فساد اقتصادي ومالي واجتماعي وهدر بالثروات المادية والبشرية والمالية والمعنوية. وأصبح العراق في ظل هذه الحكومات عراقا مجزأ ومقتول، لكن الله سبحانه وتعالى لا يكون حليف الظالمين مطلقا، وإن النصر لقريب. ونلاحظ أن ما حصل الآن في كابل مع طالبان سيشهده العراق، ولكن بدماء أكبر وإراقة جسيمة.
لهؤلاء المجرمين الذين عاثوا بالأرض فسادا. لجنة الاقتصاد البرلمانية تقول إن الحكومة اعتادت تجاوز الأزمات على حساب الفقراء. بداية ما رأيك بهذا التصريح؟ وأيضا يعني إلى أي مدى يؤكد أن الخطط الحكومية لم تكن جدية ولم تكن تهدف لتنمية البلاد؟ هذه حقيقة، يعني هم يقولونها ويدركون تماما، هم من شرع ومكن الحكومة الحالية أن تأخذ دورها في هذا المجال. فلا وجود لخدمات ولا وجود لاستثمار ولا وجود لأي فكر اقتصادي ممنهج يستند على رؤية واضحة لإدارة البلاد. لكن هناك شرذمة من القيادات السياسية التي جاء بها الاحتلال لكي يملأوا الفراغ الذي أعقب سقوط العظيمة بغداد، وهؤلاء استولوا عليها، ولكن برؤية واحدة فقط هم تنفيذ أجندات الدول التي ورثتهم العراق على طبق من ذهب، ثم يهدروا تلك الثروات والإمكانات التي يتميز بها العراق، والعراق بلد قوي من الناحية الاقتصادية ولديه الإمكانات المالية والمادية التي تؤهله للنهوض، لكن خارج هذه القيادات البائسة المتهرئة التي جاء بها احتلال 2003 بعد سقوط النظام الوطني العراقي السابق. نعم، إذن كنت معنا من عمان عبر الهاتف الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود، شكرا جزيلا لك.